يمر أهالي مفقودي غزة بمحنة ليس بالهينة بحثا عن ذويهم المفقودين بين ألم الفقد وأمل العثور عليهم. يمضون الليالي بحثا هنا وهناك عن أي خيط رفيع يدلهم على مكان أحبابهم أمواتا كانوا أو أحياء بالمستشفيات والمقابر الجماعية. في غزة بين ركام المباني وأصوات الدمار يتجدد الألم كل يوم لعائلات فقدت أحباءها مفقودون بلا أثر، والأمل يتلاشى مع مرور الوقت. ومع اقتراب الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز عدد الشهداء 41,000، لكن آلاف المفقودين تبقى حكاياتهم معلقة بين السماء والأرض بلا إجابات واضحة وبلا وداع أخير. كنا احط راسي على المخده بتذكر، بتخيل ابني هنا نايم جنبي، كان دايما نايم جنبي، بتخيل وعي، بطلع وعي، والله بطلع وعي، بقعد اصيح كل يوم، بفكر على الكيس بقول بطلع وعي، بقعد اصيح كل يوم، كل يوم والله بصيح على وعي، عندي امل انه يكون عايش، اي في اي وقت ممكن يدق الباب علي يقولوا لي يجي حدا، بتخيل وانا قاعد يجي حدا من برا يقولوا لي ام هي ام جميل ابنك هيثم، هي ابنك هيثم، دايما بتخيل الشعور هذا. كثير من المفقودين دفنوا في مقابر جماعيه دون ان تعرف هوياتهم، لتصبح تلك المقابر شاهداً صامتاً على حكايات لا تنتهي، ولتظل القبور مجهولة الأسماء وكأن من دفنوا فيها لم يكن لهم وجود. مقابر بلا هوية تعمق جراح الأهالي الذين لا يعرفون إن كان أحباؤهم يرقدون هناك أم لا، وتظل تساؤلاتهم عالقة لا إجابة لها. قلت يوم الوضع سيء تعالوا قعد عندي، هان قال لا مادام انتوا كويسين أنا بكون بخير، وين بك تروح؟ طيب قال لي انا بالمحل، تقلقيش علي، يا بالمحل يا عند اصحابي ما تقلقيش علي، المهم انتم بخير. والح كثير علي اني اروح على الجنوب، طب انت بك تروح معي؟ لا، فاضطريت اني اضل بالشمال لاجله لانه ما رضيش يروح معي على الجنوب. قلت اذا انت رحت انا بروح، ما رحتش بروحش، وما لناش نصيب نروح على الجنوب. فقعدت بعد 19-12 اتواصلوا وقالوا لنا مع الصليب، اتواصلوا مع المحامي فلان، اتواصلوا مع المحامي فلان، واتواصلنا وما خلينا وسيلة اتصال إلا اتواصلنا، حتى بناتي اللي برا اتواصل مع الصليب وما حد رد علينا. كل يوم هو اختبار جديد لصبر هؤلاء، حيث ينتظرون أخبارا قد لا تأتي، ولكن حتى في أقصى اللحظات يتمسك الأهالي بخيط رفيع من الأمل بأن يسمعوا خبراً يعيد إليهم الحياة التي سرقت منهم عمداً، بينما يتوجه البعض إلى المؤسسات الحقوقية لعلها تساعد في تحديد مصير المفقودين، وهناك آخرون يبحثون بالمستشفيات والمشارح والمقابر في انتظار إجابة تظل غائبة. قلت يمكن ألاقي مرمي مستشهد على هو ما هو مسكين، قلت يمكن يروح مناطق خطرة، إيش يعرفه ما هو مسكين، برضك ما لقيتهوش. رحت على المستشفيات إني ألاقي جريح، برضك ما لقيتهوش. رحت على ثلاجات الموتى، دائما باستمرار دائما بروح على ثلاجات الموتى، برضك ما بلاقيهوش. هو على 6 بنات جايين وعمره 18 سنة وفرحان فيه، ودائما أنا وياه مثل أصحاب، ما عمره في حياته حسيت فيه عنده نقص، وهو دائما بيتعامل معايا كصاحب. راح وما رجعش، امه دائما تسالنا عنه، يقول جبت لي ابني، بقول لي حتى لا ما جبتوش، يقول لي طب بدوش يرجع، بقول ان شاء الله يرجع، ادعي ربك انه راح يرجع، واذا كان شهيد تزعليش، مش خساره في ربه. وعلى الرغم من قسوه الانتظار وطول الطريق يظل الأمل حاضراً في قلوب أهالي المفقودين بين الألم والغموض، يرفض الكثير منهم الاستسلام لفكرة الفقدان التام، عالقين ما بين حنين العثور ورغبة الوداع الأخير. لكن حتى في غياب الإجابات يظل الأمل هو الذي يبقيهم على قيد الحياة انتظاراً ليوم قد يحمل في طياته نهاية لهذا الألم الطويل مهما طال انتظاره.